Wo ist sie? Na, ranfahr. الله الله الله. الناس راحت فين يا بوب؟ أنا مش عارف، الناس دي كانت كرافيك ولا إيه؟ يا نهوي! إيه؟ الفلوس! مش خطرتيني فكرت البتاع ملغم ولا حاجة، ما تخافيش يا بنت، الفلوس النهوف في قلب الجيب جوزك سبعة. خفت يكونوا اتسرقوا ويخرموني. لا يتسرقوا منين؟ أهو في جيبي أهو. بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبينا نكمل شوبينج. انت ناكل نروح الموسكي كلاس اكتر. اه طبعا والله عندك حق، المره الجايه نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. على فكره السفره دي كلها جايه دليفري من دبي، والراجل جاي بالفزمه من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. مش كده؟ ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجه. بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفل طفل. طفل. ايه ده؟ طفونة يا بابا، طفونة. قولي عفونة مش طفونة، ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ مفيش امل. لولو مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيلة الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسروش فيا، ارخص من مصر ب 29,000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الماظ يا لهوي، الماظ. مبروك، ألف مبروك، حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا ولا إيه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع، خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك، انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر، سمع عمو. يعني لكم يا بابا يعني لكم يا بابا يعني لكم اقول ده. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكرة. الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محي، ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا محي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم، يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة؟ انت بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال البوك. انا حاولت اعتذر لهم 100 مرة مفيش فايدة، هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك، مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟
ما فيش فلوس حلاوة، ما فيش فلوس حلولي. أقول لك إيه، ناتشفة ناتشفة زي الناتشفة. يعني إيه لمبي؟ الله إيه يعني إيه لمبي؟ يعني مش أنا اللي فتح مراتي على حساب عديل الغني. طب إيه رأيك بقى ما أنتش داخل المطبخ تاني؟ عشان أنت كل مرة تدخل المطبخ تقعد تاكل من الأكل من قبل ما أخلص. هدي؟ امشي اطلع بره. الله ما بره بره أنت يعني هتطلعينا من القنصل؟ على فكرة أنت أنت أغنية مفترية أو المصحف، لو ربنا إداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. أعوذ بالله. هات الخيارة، هات الخيارة بتاعتي وليا مقتدرية. أجل عايزة يا نجم، عايزة يا بت، عايزة يا بت، عايزة تتخانق على الصبح ولا إيه؟ هخسرك نافوخك. تعالي. طب بالراحة، طب بالراحة، اطلع بره، طب بالراحة، طب بره يا بنت بالراحة أصغر. ما تعصبنيش أنا بابو أمي والمصحف هخسرلك نافوخك. اقعد قعدنا اتفضلي ارغي لوكلوك. أنا عايز أعرف أنت بتغير من محي عشان إحنا مننا ولا إيه؟ أنا أغير من محي؟ ده أنا غير من تحت باطي ولا غيرش منه، ده كفاية وشه اللي متراقب. أفهم من كده إن أنا مش هطلع المصيف مع أختي وجزوختي معي؟ لا نطلع النجم، نطلع. أنت مش عايزة نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعة وفي الدخلة. الفيلا دي بسبعة مليون ونص وتسعة وخمسين كرش. أنتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ أنتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني آدم سائل ورزيل والتباتة بتبوظ من وشه. سبحان الله، سبحان الله في رزقه، اللهم لا اعتراض. بني آدم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير ان يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا لما مر طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجا بس بقى. خلاص طب بقى ما تعيطيش بقى نوجا بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجا اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد. وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. يا بنت فواقي بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول ما عايشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك. فاكره نفسها قصر في دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي، ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكره؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لمبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي ام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جردل ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض، نفهم بقى. يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله حرام عليكي. طب يا نندي. ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. مصلك والله انا عندي سرير بس لازق في رجله جبل كده، فقلت ممكن تشنج. لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي. لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير. عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب انا كنت متشكر جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش. لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجيلي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس شوف الحل ارجوك، انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام. هذا السرير ده كتم للصوت، هو ده اللي هدف العنتابلي.
مرني. ربنا يخليك. الله يخليك والنبي. بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي، هل انت كنت واقف مع الدكتور الف لا باس شعر عليك؟ كنت بخصوص البق ده عيان. الف لا باس شعر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه يا نادي، هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ ده 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربيه عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز، الناس حاجه اوطى من كده، انا حاجه اوسخ من كده شويه. ايه ده 900 جنيه بالمشال. ده حلو قوي ده، ده انا جربته. حلو. انا جربت ده، عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه قوي. ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله. ربنا يخليك. طب السرير ده هاخده ان شاء الله. هبقى ادفع الفلوس هنا في الكوافير؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسي يا وزير كلانس. اصحى يا لمبي الساعه بقت 9:30. واحنا بقى على الصبح. الخناقات اللي هتبقى على المصرف وسنين المصرف السودا وبوزها اللي هيبقى ثلاث انطار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب والسرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره. خميس. 22. ايه ده؟ نجلاء! نجلاء! نجلاء هو السرير ده جه امتى يا نجلاء؟ قبل سفرنا بيوم يا حبيب. قبل سفرنا بيوم يا حبيبي؟ ده نطلع اغنيه ده ولا ايه؟ يعني ايه قبل سفرنا؟ ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29. ايوه. نجلاء نجلاء هو حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه انت؟ مالك يا راجل عمال تسألني من الصبح؟ ما انت اللي مراكبه مع العمال بنزل. استنى 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 انت اللي في وشك ده؟ ايه النضاره دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمبي، ما انت اللي جايبهالي ومركب السرير مع صناعيه قبل ما نسافر المصيف. مصيف؟ انا رحت معاكم المصيف؟ ايوه استاذ لمبي. ايوه مين معايا؟ انا الدكتور احمد الشواف اللي كان معاك ساعه الوقعه من اسبوع. انت كمان اسبوع؟ قول لي انت كويس دلوقتي؟ لا انا كويس. انا كويس. انا كويس. بس هو الايام الايام حصل فيها طب كده اهو مش عارف. طب اقول لك يا دكتور ابو شلاو شواف. ايه خواف. بقول لك يا دكتور شواف اديني العنوان بتاعك. ما انت عارفه يا سيدي. انا مش عارفه ولا مش عارفه. اديني العنوان، انا مش فاهم حاجه دلوقتي. طب اسمع، انا دلوقتي في البيت وطالع على المستشفى، خد عنوان المستشفى تاني. الاستاذ لمبي المحامي وصل يا فندم. اهلا 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 مستر لمبي. اهلا اهلا اهلا. هاو ار يو؟ اي ام فاير. بليز. وحضرتك دكتور في ايه؟ انا بتعالج من ايه؟ انا عندي صرع ولا ايه؟ ها؟ مستر لمبي بليز ريلاكس، انا عايزك تهدى خالص. هذا ازاي؟ هذا ازاي؟ ده في اسبوع عدى من حياتي وانا ما مش هنا، انا ضاع.
في ازاي عاد وصور الاسبوع موجود على الموبايل تقدر تقول لي ازاي؟ الاسبوع اللي عدى ده كان بسبب الوقعه اللي انت وقعتها، عملت لك تربنه في المخ. والتربنه دي حلوه ولا ايه؟ يعني شويه لجلجه في مخك كده. لجلجه؟ ايه لجلجه دي؟ يعني تخليك تنسى اسبوع المصيف كله، وممكن تفتكر وانت رايح المصيف مراتك مثلا. مالا مرات؟ ممكن تفتكرها. اه امك. اشمعنى؟ ممكن ما تفتكرهاش. في حاجات تفتكرها وحاجات لا، بس مش ممكن تفتكر او تنسى كل حاجه. واضح انه وش ساعتك بيوحي لي انه المرض بتاعي دمه خفيف. ممكن حضرتك تشرح لي بالتفاصيل والتيتلز؟ انا هفهمك كل حاجه. بعد الوقعه بيوم. الو؟ ايه يا اسطى دكتور؟ الحقني، ده انا سلمت على اشرف السكرتير 7 مرات وحاسس اني عايز اسلم عليه تاني. اشرف ازيك يا اشرف؟ الحمد لله. عامل ايه الله يخليك؟ اه والله ازيك يا اشرف عامل ايه؟ انا كويس. وكل شويه اسلم عليه وكل مره بشوفه اول مره. ايه ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ الحقني ازيك يا اشرف؟ انا كويس يا بيه. والله مش عارف ايه بقول لك ايه، والنبي روح انده يا اشرف. واتقابلنا وعملت لك شويه فحوصات. الحمد لله لقيت المخ سليم والجمجمة كمان سليم.